لخمسة لبورو. انذار، اذا انذارين في المباراة الى الان، اذا انذار لبورو، انذار بالنسبة لنيجيريا، وهناك ومي عنده انذار بالنسبة للكاميرون، والتعادل ايضا قائم بعد مرور 25 دقيقة من زمن الشوط الاول من المباراة. هذا اللي حصل عندنا، هذا هو بورو لاعب اوساسونا الاسباني، وضربة حرة مباشرة لمصلحة الكاميرون الان في مكان احلى من ضربة ركلية تلعب دام الجزاء. ايتو صامويل والهدف الرابع الان الشخصي له في هذه البطولة والاول في هذه المباراة. يا سلام الرسمة على طنوة ومي، شوف المتابعة، ولد صغير 19 سنة ما عنده قدرة الحقيقة، ومهاجم رائع جدا قناص، وصرت حلوة وشايف على طول كشف المرمى وحطها في مكان يا كابتن، في مكان مش ممكن، يعني المكان هذا شوف لو تلاحظ شلون اخذها، واخذها من المدافع وراح حطها في مرمى منتخب نيجيريا، وبالتالي يسجل هدف، وهذا الهدف راح يفتح اللعب اكثر. الهدف ده نتيجة طبيعية لسيطرة الكاميرون على اللقاء من الدقيقة الأولى، وقلنا من البداية ان الكاميرون أفضل وأحسن، هم اللي مسيطرين وانتشارهم أكثر وهجومهم أقوى، و يمكن عزيمتهم وحماسهم في الملعب افضل، ومفيش خوف من الجمهور، مفيش خوف من فريق نيجيري، بيلعبوا كانهم في ملعبهم، حسن انتشار، حسن هجوم، حسن دفاع، الانتشار والضغط على منطقه جزاء المنتخب.